بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا عاوز أدخلكم معايا في مشكلة تاريخية ضخمة، إنما مهمة قوي إن احنا نبقى مستوعبينها، لأنه دي أساس الانشقاق الأول في تاريخ الكنيسة. هراجع معاكم ببساطة كده، كتير منكم خد كورس التاريخ مع فادي، وكتير منكم بقى شاطر قوي في فهم تاريخ انشقاق الكنيسة عموما، وده أكبر جرح في المسيحية، أصعب من أي اضطهاد حصل عليه. يجوز كلكم فاكرين أن في ثلاث مجامع مسكونية كان فيها الإيمان واحد رغم التحديات الأريوسية والأباطرة الرومان واضطهادات عنيفة جدا. فضلت الكنيسة في العالم كله كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، إيمان واحد مسلم من المسيح للرسل للكنيسة، والقداسات بتتعمل في كل العالم بلغات مختلفة ببعض الطقوس المختلفة، إنما الإيمان واحد. في نيقيا 325 كان في وقفة مع الأريوسية شديدة، اتكتب قانون الإيمان، بالحقيقة نؤمن بإله واحد لغاية إيه؟ نعم نؤمن بالروح القدس. مجمع القسطنطينية بعدها بحوالي 60 سنة مثلا لقينا انه ايه، مقدونيوس بيشتت الناس في موضوع الروح القدس، قانون الايمان اكتمل، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن، وبقى اسمه قانون الايمان النيقاوي القسطنطيني. ده بدقة كده، لان هو جزء اكبر اتعمل في نيقيا على يد الشماس اثناسيوس قبل ما يبقى بطرك، والجزء الاخر كمل في عهد البابا تيموساوس الثاني وايام القديس غريغوريوس اللاهوتي بتاع القداس بتاعنا في مجمع القسطنطيني. كده اتحط الكريد او قانون الايمان، وما زالت كنائس العالم كلها ملتزمه بيه، ولغايه دلوقتي بنقوله في مجمع القداس بتوعنا 318 المجتمعين بنيقيا وال150 في القسطنطيني. دارت الأيام، دخلنا على القرن الخامس، احنا كده خلصنا التلتميات اللي بتتسمى قرن رابع، دخلنا على القرن الخامس اللي هي الربعميات. كنيسة بقى طلعت فيها بدعة جديدة بتاعت نسطور، والبدعة دي كلها الحقيقة كانت محاولة للرد على الأريوسية بس بشطط وبتطرف، لما ايه طلع بمبدأ انه المسيح انسان وإله بس مش متحدين، سماها احيانا المصاحبة، كان اللي اتولد ده يسوع وربنا أصبح ملاصق ليه لكن مش متحد بيه، فساعات يسيبه كإنسان وساعات يلزق فيه. طبعا دي كانت مشكلة جامدة قوي، لأن ده يبوظ فهمنا للخلاص كله، يبقى اللي مات مين؟ الإنسان يسوع. طب ومن هو يسوع إلا إلهنا المتجسد عشان يغفر خطايا العالم؟ قدام النسطورية كان القديس كيرولوس الكبير البطرك الـ24، فضل إيه يحاول مع نسطور، مفيش فايدة. المشكلة في الوقت ده ان في بعد سياسي فظيع، ان بيزنطة او القسطنطينية في امبراطور، وايضا روما عمالة تكبر كده كاحساس الامبراطورية الرومانية، مش احساس روحي، احساس مدني علماني سياسي، فاصبح دخلت حتة جديدة كده اسمها من الاعظم، اللي كان نبهنا عنها المسيح كذا مرة، من اعظم ومن اكبر. مهم يعني ان الكل احترم جدا بابا كيرولوس لانه كان قديس عظيم جدا، وهو تلميذ أثناسيوس طبعا، أثناسيوس بطرك الـ20 وهو الـ24، فاتحسم الموقف في أفسس. في مجمع أفسس دلوقتي اترد على نسطور تماما وحرم نسطور، واتحط مقدمة قانون الإيمان لغاية أفسس. احنا في الـ400 كنيسة في العالم كنيسة واحدة، يبقى لغاية دلوقتي ولا انشقاق حصل فينا، جماعات منشقة لكن لم تعد مسيحية أو لم تعد تبع الكنيسة الواحدة، فلم يحسب ولا حاجة من دول انشقاقات. يعني من وقت التهوت طلعت جماعة بره الكنيسة لكن ما بوظتش جسم الكنيسة، وهكذا في الأريوسية طلعوا شهود يهوى، والنسطورية طلعت ديانات أخرى، إنما لسه الكنيسة متماسكة ككيان واحد. إلى أن جاءت 451 سنة مجمع خلق الدنيا، ساعتها البابا ديوسقوروس التالي للبابا كيرولوس وتلميذه، هنا علي قوي البعد السياسي في العالم، وأصبح في محاولة لإثبات أن روما هي الكرسي الأكبر والأهم. طبعا الأكبر والأهم دي لغة مش روحية خالص،
في نفس الوقت أصبح في يعني شبه معاداة لإسكندرية، لأنها دائما هي المدافع الأول عن الإيمان المسيحي، وإن يعني بطركتها قديسين فعلا ومعلم المسكونة كانوا يسموهم. ففي خلق دنيا من أول يوم في لبش كده أو في جو غير روحي. ولما تدرسوا الأحداث تلاقوا البابا ديوسقوروس عومل بعنف شديد، والإمبراطورة اللي هي أساسا كانت رهبة وتخلت عن الرهبان عشان تاخد الإمبراطورية، فكل ده يدل على حاجة مش روحية خالص، بقت واخدة موقف منه هو بالذات عشان ترفع شأن بطرك روما وبطرك القسطنطينية بالذات. واتهم ديوسقوروس والشعب القبطي كله أو الكنيسة الإسكندرية بأنها أوطاخية. أوطاخي الراجل كان رئيس دير، والحقيقة هو في جزء من دفاعياته ضد نسطور أو ضد أريوس بالذات ما كانش مخطئ. فالبابا ديوسقوروس لما لقى اعترافاته ما فيهاش جملة خطأ شال الحرم اللي عليه، بينما أوطاخي فعلا يذكر أنه كان بيقول كلام في وقت وكلام تاني في وقت تاني، ففعلا له أخطاء لأنه هو صاحب فكرة خيالية جسد المسيح، يعني كأن جسد المسيح مش ناسوت طبيعي. فافتكرونا ان احنا أوطاخيين واصروا ما يسمعوناش، بينما البابا ديوسقوروس في كل كلمة بيقولها انا ماشي على ايمان اثناسيوس وكيرولوس، وما فيش حاجة تنضاف على الايمان ده لانه خلاص قانون الايمان اتحط، مرجع للعالم، مقدمة قانون الايمان اللي بترد على نسطور اتحطت في افسس، لان فيها كلمة والدة الاله اللي بتؤكد المولود من العذراء المسيح المتجسد، الله المتجسد. انما هنا اتهم ديوسقوروس بتهم غريبة ما كانش فيها تهمة واحدة تقريبا لاهوتية، واعتدي عليه بالضرب والإهانات، وحرم ديوسقوروس ونفي. طبعا البابا ديوسقوروس لما لقى تومس لاون اللي هو طالع من روما يحمل بعض التعبيرات اللي تميل للنسطورية حرم تومس لاون. من هنا بدأت بقى مأساة التاريخ والانشقاق الأول. من هنا جت كنيسة يعني كنائس الغربية وكنائس الشرقية، احنا تسمينا اللا خلقدونيين واعتبرنا ايه مش مسيحيين، وبدأ علينا اضطهاد عنيف جدا في التاريخ، مش بقى من الرومان الوثنيين، من الرومان المسيحيين ومن بتوع بيزنطة بالذات اللي بيبعتوا لنا بطرك ملكاني يعني تبع الملك يعني في لغة اللقباط، وهو معاه ساكر يضطهد اللقباط اللي ايه مصرين على البطرك القبطي ديوسقوروس ومن بعده. فعانينا زيادة عن 200 سنة من اضطهاد شديد على يد مسيحيين هم ايه الروم الأرثوذكس اللي طلع منهم الكاثوليك بعد كده. ف451 حصلت الأزمة. الأزمة كلها كانت تدور حوالين ايه طبيعة المسيح. هم شايفيننا أنكرنا ناسوته، واحنا شايفينهم فصلوا ناسوته عن لاهوته. فهموا الحتة دي؟ لأنها اتحسمت صدقوني لولا لعبة شيطان بوظ الايه الاتفاقية. هم شايفين أنكرنا ناسوته كأن المسيح إله فقط وليس إنسانا حقيقيا، وإحنا شايفينهم فصلين إنسان عن إله كأنهم نصطر. ودي كان يعني أغلبها خلافات تعبيرية. طبعا انتوا عارفين بعد كده في خلاف اخر ما يخصناش بقى بينهم وبين بعضهم بين القسطنطينية وروما، وتقسم العالم بعد كده في القرن الحداشر لما بطرك روما اصر يزود على قانون الايمان كلمة منبثق من الاب والابن، فوقفوا له بتوع بيزنطة، فدول تسموا الروم الارثوذكس او الكنيسة الارثوذكسية الشرقية، واحنا احتفظنا بكلمة الاورينتال، هم احتفظوا بكلمة الايسترن ارثوذكس، ومعاهم الرشن ومعاهم كنائس كتير قوي، واحنا اصبحنا لا خلق دينيين، معنا الانديان والاريتريان والاثيوبيان والسيريان. الكاثوليك طبعا لما انفصلوا انفصال اخر في الانشقاق الاعظم في القرن الحداشر 1054 دخل جواهم انفصالات اخرى بعد كده، يعني طلع من جسم الكاثوليك من جسم روما اللي كده تعتبر شاركت في انشقاقين. انشقاق 451 تزعمته ضد اسكندرية، ثم انشقاق ضد القسطنطينية وانفصلت بالكنائس الغربية كلها، وأصبح بطرك روما بيعامل نفسه على أنه هو الكرسي الأعظم والأكبر، وفضلت الفكرة دي وصلت معهم لعصمة البابا، وبالتالي لا تراجع عن أي عقيدة يضيفوها. أضافوا بقى بعدها المطهر، وأضافوا إيه أن العذراء نفسها
مولودة بغير يعني كإنسانة سوبر مان يعني، لأنها ما اتولدتش من أب وأم عاديين، الحبل بلا دنس، ودخلوا كذا فكرة إلى أن وصلوا في القرن الماضي إلى عقيدة جديدة اسمها عمومية الخلاص، أنه الخلاص متاح لأي شخص حسب قلبه وضميره، والموضوع مش لازم يعلن إيمانه بالمسيح. إحنا طبعا كل ده بنعتبره إيه؟ خروج عن الخط العام والإيمان المستقيم. أنا ليه بقول الكلام ده أحبائي؟ لأنه فعلا دراسة التاريخ ضرورية. أول ما بسمع كلمة آمنت، وأنا لازم أعرف الإيمان ده، الإيمان ده مش مجرد فكرة وثقة، الإيمان ده عقيدة مسلمة وديعة لازم نحافظ عليها زي ما أبائنا وأجدادنا سلمونا. طلعوا شهداء بالملايين قدام الوثنيين، وطلعوا شهداء بالألاف ويمكن ملايين قدام التعاليم المسيحية الغريبة أو الهرطقات. فيبقى تاريخنا في الاستشهاد العظيم يدل على سلامة إيمان. بابا شنودة بقى كان على قلبه جدا بعد البابا كيرلس، لأن بابا كيرلس أول من حاول زيارة الفاتيكان عشان عاوز يقول سهوة المسيح الكنيسة في العالم ترجع، طب ما يلا نرجع العالم للمسيح كله كنيسة واحدة. طبعا المساعي دي أحبائي، ولو سمعتوا تسجيلات البابا شنودة تكتشفوا أن المساعي من الكنيسة القبطية بالذات مخلصة وأمينة جدا، لكن بتقف عند الناس اللي بره مش عندنا، على عكس التهم اللي بتجيلنا. وأما البابا شنودة لأنه دارس كويس قوي التاريخ وفاهم كمان شغل الأباء وكلامهم كويس، عارف أنه جزء كبير من المشكلة اختلاف التعبيرات، فطلب اجتماع في دير الأنبا بشوي سنة 1989، واكتمل 1990 بين الكنيسة الروم الأرثوذكس اللي هي معاها الرشن، وطبعا دي اللي هي كل الكنائس اليونانية يعني الأرثوذكسية، وكنيستنا القبطية بما تحمله من عيلة كبيرة اسمها اللاخلقدونية، عشان يتفقوا على ايه؟ حاجة اسمها طبيعة المسيح. هم شايفيننا أوطخيين، واحنا بقول لسه شايفينهم نصطرة، والحقيقة هم شايفيننا غلط واحنا كمان كنا شايفينهم غلط. ليه؟ لأنه في اختلاف لغوي. اتحطت صياغة الطرفين قبلوه، يعني عاوز أقول لكم كانت كل كنائس الأرثوذكس في العالم هتتحد، وهم توقعوا كمال الاتحاد بالكتير سنة 2000. احنا لغاية دلوقتي ما اتحدناش بين الكنائس اللاخلقدونية والكنائس الخلقدونية اللي هي ايه؟ الأرثوذكسية، الإيسترن أرثوذكس والأريانتال أرثوذكس. أنا كل ده عشان أدخل على صيغة عاوزكم تحفظوها. ليه؟ لأن الصيغة دي اتفق عليها من الطرفين، وبالتالي لم نعد أوطخيين في نظرهم ولم يعودوا نصطرة في نظر، يعني حصلت مصالحة حقيقية على أرضية لاهوت مستقيم زي بتاع أثناسيوس وكيرولوس. فبقينا نقول إيه؟ طبيعة، ركزوا بقى في الجملة دي لأنها هي دي اللي مهمة وعاوزين نشرحها، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، ودي وافقوا عليه، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. مش بنقول طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. تقولوا ليه ايه الفرق ده، عربي ولا ايه ده؟ لا صدقوني، هي في اليوناني وفي العربي في فرق، لأنه ممكن يفهم من طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد انه ممكن تكون طبيعة اللاهوت ابتلعت الناسوت، او يعني ايه اختلطت بيه فأصبح طبيعة واحدة. لا، بصوا احنا التعبير الدقيق، طبيعة واحدة من طبيعتين. هم كانوا متمسكين بكلمة في طبيعتين، وكأن الطبيعتين مستمرين كده، الباراليليزم كده. احنا قلنا لا، ده اتحاد حقيقي كامل، والطبيعة الجديدة دي الابن الوحيد المتجسد هي طبيعة من طبيعتين، كل اللاهوت فيه، كل الناسوت فيه، لكن ربنا يسوع المسيح وشخص واحد، طبيعة واحدة، بقرار واحد، بإرادة واحدة. يبقى هنا التعبير بتاع طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة ده بيؤكد أنه ما بقاش المسيح شغال على اتنين، لا هو شخص واحد، لكن الاتنين كطبيعتين موجودين فيه. تعالوا نعيش الفكرة شوي، لأنه في اللغة اليونانية معلش هي أدق شوية، اللي حابب يفهم معايا،
مية فيسس تثاؤ لوجو سيساركوميني، دي طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. التعبير الثاني مية فيسس تثاؤ لوجو سيساركومينو. هتقولوا لي ده مين وميني يعني الكلام؟ صدقوني دي عطلت التاريخ 15 قرن عشان الكنائس الأرثوذكسية ترجع كنيسة واحدة. فاحنا إيمانيا متفقين. تصوروا بقى، هتقولي لهم ليه ما بنتناولش عند الجريك ولا الروم وما بيجوش يتناولوا عندنا والرشن وبتاع؟ اللي حصل انه بعد الاتفاق ده ومضوا، ودي كانت المشكله الوحيده اللي بيننا وبينهم، يعني مع الكاثوليك في مشاكل كتيره تانية، بتوع جبل اسس هناك مصرين ان احنا هراطقه وليهم كلمه قويه قوي، فالمجمع ما بيقدرش عليهم هناك في اليونان. فالرهبان جبل اسس رفضوا تماما الاتفاق مع الكنيسة بتاعة اسكندرية، وما زلنا لغاية دلوقتي هي دي المشكلة الأساسية. أنا بقول الكلام ده أولادي ليه؟ لأن البعض بيتهمنا احنا كأقباط إن احنا متعصبين وما سعيناش في الوحدة. صدقوني كان البابا شنودة على خطوة خلاص وكل كنائس الأرثوذكسية في العالم تبقى كنيسة واحدة، وكانت الجولة اللي بعدها الكاثوليك. والبابا تواضروس مشغول جدا بالقضية دي، ان كل الكنائس الارثوذكسية تبقى عيلة واحدة، ثم بنبدأ التقارب مع الكاثوليك على اساس ايمان رسولي مستقيم، مش بنضيف ولا نطرح، احنا بنرجع الايمان المسلم، بنرجع له كلنا. اذا الوحدانية المقصودة المتفق عليها في الطبيعة هي في اتحاد الطبيعتين ببعضهما، مش ان ربنا يسوع ككلمة الله له طبيعة واحدة هي طبيعته الإلهية والتانية اختزلت. ما دي بقى كانت الأوطاخية اللي لا احنا ولا هم موافقين عليه. اتحط بقى في الاتفاق شوية بنود مهم، ومعلش الحكاية القعدة سخنة شوية النهاردة، بس ركزوا معايا لأنه كلنا بدون استثناء، وإحنا مش لاهوتيين ولا أساقفة ولا بطاركة، نفسنا كل المسيحيين يبقوا واحد. طب ما احنا في الأقل ثلاثة ليفلز. أول ليفل الأرثوذكس اللي مش معانا، تاني ليفل الكاثوليك اللي طلعوا من الأرثوذكس، تالت ليفل وده صعب قوي وكبير قوي البروتستانت اللي خرجوا من الكاثوليك وتشعبوا إلى عشرات الألاف من الطوائف، لأن ما عادش في مرجعية رسولية. يعني اللي بيساعدنا على الاتفاق يا جماعة إن احنا كلنا بنرجع نقول الرسل، كنيسة رسولية تراديشنال، هولي تراديشن كابيتال تي، كاثوليك وأرثوذكس يؤمنوا بالحتة دي. كنائس البروتستانتية no holy tradition, no apostolic church, no apostolic succession، يعني ما فيش تسلسل رسولي، فيش يد رسولية، ده هي طلعت في القرن الستاشر بدون أصل. إنما احنا كرسي روما، كرسي أصيل، كرسي القسطنطينية، كرسي أفسس، كرسي اسكندرية، كرسي أورشليم، كراسي دي، كراسي أنطاكيا، كلها كراسي قديمة جدا أسسوها الرسل والتزموا بالتراديشن بتاع الرسل. فمن هنا لما بنقعد على ميد التفاوض في مرجعية واحدة اسمها الهولي تراديشن، وأي مخلص هيقول دي دخلت علينا زيادة. لا، ودي معاكو حق فيها، لأنه فعلا الكنيسة عاشت 450 سنة بتقول كده ما بتقولش كده، بتعمل كده ما بتعملش كده. وطبعا الكتب تشهد والتاريخ يشهد، يعني الموضوع مش مستحيل لأنه الحقيقة واضحة زي الشمس. فهنا اتفقوا على إيه؟ الكل يدين ويحرم النسطورية والأبولينارية والأوطاخية. أبوليناريوس ده كمان لعب لعبة تاني، قال المسيح تجسد، يعني خد فريم بادي لكن مش إنسانية كاملة، مش نفس إنسانية. طبعا الكنيسة حرمته برضو. أوطاخي قال إيه؟ إنه جسده كمان خيالي، وإن العذراء حبلت بيه عبور خيالي كده في بطنها، لكن المسيح إله مين ليه؟ طبعا برضو ده كلام غلط. فاتفقنا نحرم التلاتة دول أو نؤكد حرمهم، لأن في التاريخ دول محرومين. فيبقى لما النصات الجماعة بتوع الجريك شافونا حرمنا أوطاخي، اطمنوا إن احنا مش أوطاخيين، وإحنا شايفينهم حارمين نسطور، يبقى ما ينفعش نتهمهم بالنسطورية. وبعدين اتفقنا نكتب اتحاد اللاهوت بالناسوت تحقق في لحظة الحبل به. اتفق على الجملة دي، ان في لحظة الحبل لما رئيس الملائكة بيقول للعذراء المولود منك يدعى ابن الله، اول ما قالت ليكن ليك قولك بدأ الجنين الالهي. في اللحظة دي حصل الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في بطن العذراء بدون انقسام او تفريق، يعني اتحاد دائم
بدون اختلاط أو تغيير في الطبائع. إذا ناموس ناسوت المسيح حقيقي، دي كلها صيغة الاتفاق يا جماعة، الذي لم يعلن للعالم. ليه؟ لأنه ما اكتملش. المجمعين كان لازم يمضوا، احنا مجمعنا كان جاهز على الإمضاء لكن هم رفضوا، فوقفت الحوارات في المرحلة دي. ناسوت المسيح حقيقي وكامل وله حضوره الديناميكي الحركي. يعني ايه؟ يعني ناسوت حقيقي بيتحرك، المسيح بينام وبيجوع وبيعيط وبيحس، انسان حقيقي مش تمثيلي. يسوع المسيح شخص واحد، بروسوبون واحد، وقنوم واحد، في وحدة حقيقية وليس مجرد ارتباط. ما حبناش كلمة ارتباط الطبيعتين، يونيتي وانس، يعني اتحاد حقيقي، ما هوش شكلي او مجازي او تعرفين، لا هو اتحاد حقيقي بحيث في كل لحظة نرى المسيح الها وانسانا في شخص واحد، لانه كلمة الله المتجسد. هنا بقى كلهم قالوا حاجة مهمة او يمكن بعضكم ما يفهمهاش لانها كلمة لاهوتية عميقة شوية. قبلوا حاجة اسمها كوميونيكاتو ايديوماتم، اللي هي حاجة اسمها تبادل الألقاب والخواص. يعني ايه؟ فهموا الحتة دي لأنها ممتعة جدا في فهم المسيح. ابن الله تدل على لاهوته. طب لما نشوف ان كلمة ابن الله مرتبطة بحاجة تخص الجسد، يعني لو قلت لك ابن الله مثلا بيصلي او جعان او بياكل او بينام، هتقول لي ابن الله، ما دي حاجات تخص جسده. لكن ما يخص ناسوته ممكن يحمل على لقب ابن الله؟ ممكن طبعا، ما هو ابن الله وابن الانسان بقى شخص واحد، بس كده. عشان كده بصوا احنا في اللغه نقول ايه؟ بموتك يا رب نبشر. هي دي اللي اسمها بقى كوميونيكاتو ايديوماتم. يعني ايه؟ الموت يخص ناسوت المسيح، انما احنا بنقول له يا رب، بنأكد لاهوته في الجملة. ليه؟ لأنه هو واحد، شخص واحد، بس كده. فبنقول له بموتك يا رب نبشر، مع أن اللي مات فعلا هو ناسوت المسيح، جسد المسيح، لكن لأن المسيح واحد لاهوته وناسوت متحدين دائما، نقدر نقول بموتك يا رب نبشر. ولا بالعكس، ابن الإنسان يأتي في مجده مع ملائكته. استنى، النص ده فيه غلط ولا ايه؟ مفروض يقول ابن الله يأتي في مجدي مع ملائكته، مش كده؟ لانه ابن الله يعني تعبير عن لاهوت المسيح، يبقى كده تقدر تقول ملائكته ومجده، مش كده؟ لا، الكتاب المسيح قالها ابن الانسان. الله، ابن الانسان مجده وملائكته. ايوه، ما هو ابن الانسان لم يعد انسانا فقط، لا، هو اله دائما. المسيح له المجد دائما، ابن الإنسان وابن الله، وبالتالي ممكن تقول عليه مجد وملائكته. وضحت الفكرة؟ الكل أجمع على هذه النقطة الخطيرة. ليه؟ لأنها تؤكد أنه اتحاد حقيقي أو اتحاد أقنومي زي ما بنسميه، واتحاد طبيعي، كلها كلمات مقبولة، وأصبح في طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. وما بقيناش نقول طبيعة في طبيعتين، لأ، ما بقيناش نقول كده. برضو فهموا كلمة تاني، يمكن بعضكم يقرأ شوية في اللاهوت فيتلخبط. هما كانوا بيسمونا المونوفيزيتس. فيزيس يعني اللي هي طبيعة، فبيسمونا المونوفيزيتس يعني أحادي الطبيعة، يعني نحن نؤمن بطبيعة المسيح اللاهوتية فقط. لا، احنا عمرنا ما كنا مونوفيزيتس، احنا ميا فيزيتس. ميا فيزيتس يعني نؤمن بطبيعة واحدة من طبيعتين، هذه الطبيعة ناتجة عن اتحاد طبيعتين. فبدقة شديدة هي مية فيزيت مش مونو فيزيت. فلما يقول لك انت مونو فيزيت، ده هم ساعات يبصولنا بصة وحشة قوي. مونو فيزيت يعني انت مش شايف المسيح ربنا زيك زي أريوس، او مش شايفه انسان زيك زي أوطاخي. لا لا، انا مية فيزيت يعني ايه؟ انا اؤمن بالمسيح اله وانسان دائما. تسبيحة بقى تسد في الحتة دي، نقول لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا، أسرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فلنسبحه ونمجده. تعبيرات دي كلها تؤكد إيماننا بطبيعة المسيح الوحدة من طبيعتين. بصوا مثلا قديس كيرلس قالها إزاي.
معلش المحاضرة دسمة شوية، خلينا نعلى سنة عشان بس نبقى مستوعبين واحنا بنتكلم. آمنت لذلك تكلمت. احنا هنلف بلاد بنتعامل مع طوائف، المسافات اللي بيننا وبينهم لازم نكون مستوعبينها مع كامل الاحترام والتقدير والحب. لكن آمنت إيمان كنيستي الرسولي اللي بسببه أجدادي قدموا ملايين من الشهداء، أنا محافظ عليه وهتكلم بيه وهشهد بيه، لأنه هو الإيمان الحقيقي، مش لأني أنا شايف نفسي أحسن من حد. طبيعة الإنسان يعترف بها واحدة. بصوا التشبيه الجميل ده لأنه مقنع قوي ومريح للعقل، وأنها أقنوم واحد. يعني أنت لما بتقول فلان إنسان، حضرتك بتتكلم عن شخص واحد وطبيعة واحدة، مش كده؟ حتى بالرغم أنه معروف عنها أنها مكونة من حقائق مختلفة متباينة الأنواع أو عناصر، لأن المعروف أن الجسد من طبيعة مختلفة عن النفس. طب الطبيعة الجسد والنفس دول عاملين شخص واحد، عمرك بتقول أن الشخص ده دلوقتي جسد ودلوقتي نفس؟ عمرك هتفضل تقول أنه البني آدم ده شغال كده وكده؟ هو بني آدم واحد، نفس وجسد ومتحدين ببعض من ساعة ما اتولد وما بيتفصلوش عن بعض. لكن تقدر نظريا تميز بين صفات النفس وصفات الجسد، لكن انت كإنسان ما تعرفش تفصلهم أبدا. رغم أن الفرق المذكور بين النفس والجسد ليس غامضا في عقلنا، فهمتوا الفكرة؟ يعني في عقلنا قادرين نميز بين كلمة نفس وجسد، إلا أن اجتماعهما معا أو تقابلهما غير مقسم وهو يكون إنسانا واحدا حيا. تشبيه اللي قاله كيرولوس الكبير ده لغاية دلوقتي بنستخدمه في الشرح. لو واحد بسيط بيسألك يعني إيه المسيح ربنا، تقول له مش أنت فيك جسده وفيك عنصر آخر مش موجود مش شايفين اسمه النفس أو الروح ساعات؟ طيب أنت في الآخر كيان واحد، تقدر تفصل الاتنين؟ تقدر تعيش بواحدة من الاتنين؟ بالتالي المسيح له المجد، هو إله كامل وإنسان كامل في شخص واحد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. عشان كده انتهوا برضو إلى شوية قواعد كده عاوزين نراجعها مع بعض، لأن احنا عاوزين نراجع إيماننا بالتجسد اللي ينتج عنه إيماننا بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلم، اللي يقول أن المسيح أنه ولد ولادة طبيعية باتصال يوسف ومريم. كل ده غلط. في ناس بتقول أنه جاي في جسد خيالي من السماء ومر في بطن العذراء، غلط. اللي قال أنه له طبيعتين منفصلتين، واحدة لاهوتية والتانية ناسوتية، غلط. اللي بيقولوا حتى بقى قربت مننا طائف تاني، طبيعة اللاهوتية والناسوتية متحدتان لكن كل منهما له عمله الخاص، يعني ما زالوا متميزين في الحركة، برضو مش مقبول. إنما احنا بنقول كأرثوذكس إيه؟ طبيعة واحدة متجسدة لله الكلم. رألكوا نص تاني لباسيليوس الكبير تشوفوا عمق كلام الآباء. الموضوع ده يبدو بالنسبة لكم يعني نظري شوية، ده أساس المسيحية كلها. لأن أنت هتروح تقول للناس مين المسيح اللي بتتكلم عنه؟ ربنا بس. لو ما كانش إنسان يبقى كل الإنجيل ده خرافات. مين اللي جاع ومين اتضرب ومين مات ومين اتألم ومين قام من الموت؟ هو لو إله هيقوم من الموت إزاي؟ مش كده؟ لكن احنا بنقول قدوس الحي الذي لا يموت من جهة لاهوته، الذي صلب عنا من جهة ناسوته، بس بنتكلم عن شخص واحد. قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات. ليه؟ لأن اللاهوت والناسوت دائما متحدين في طبيعة واحدة. باسيليوس الكبير يقول أن الرب خلقني. لسنا نقول عن الابن أنه اثنان، ولا نقول اللاهوت منفردا بذاته ولا الناسوت بذاته، بل نتكلم عن طبيعة واحدة وأقنوم واحد. كلام قديس باسيليوس بتاع القداس. بطرس لم يذكر طبيعتين حين اعترف. بصوا جابها ازاي. لما القديس بطرس المسيح قال لهم بيقولوا علي ايه ابن الانسان، ما قالوش انت كابن للانسان كذا وكابن لله كذا، قال له ايه؟ قال ان المسيح انت ايه، انت ابن الله الحي. مش كده؟ انت المسيح ابن الله الحي. طب هو لسه المسيح بيسأله بيقولوا علي ايه انا ابن الانسان، قال له انت المسيح ابن الله الحي. قال له طوباك يا بطرس، لأن بطرس ببساطته قبل الإعلان الإلهي أنه مصدق أن المسيح اللي بياخده في حضنه، يعني له جسد وله إيد ورجل،
هو الله دائما متجسدا، وأنه له طبيعة واحدة وشخص واحد ما بيتفصلوش أبدا. فقال أن المسيح تألم من أجلنا بالجسد، ده اللي قاله في رسالة بطرس، تألم من أجلنا بالجسد، دي اللي خدناها في الصلاة نقول يا من ذاق الموت بالجسد. من جاد ولدته بالجسد بشر الملاك الرعاة قائلا ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. يبقى اللي اتولد ده مين؟ ربنا. ربنا وربنا لسه هيتولد، ما هو مولود من الآب قبل كل الدهور، ومولود من العذراء كإنسان، إله متجسد في الزمن، في ملء الزمان من 2000 سنة. فهنا ولد الرب، المسيح الرب. ولقوله اليوم ولد ليس يعلمنا ابتداء وجوده لأنه قبل الظهور كلها، بل الأمر ظاهرا جدا أنه يعلمنا أنه اليوم ولد إنسانا. يبقى أحبائي تاني معلش عاوزين نستوعب الأباء دول بيقولوا إيه، لأن القضية دي هامة جدا. أحلى خبر في التاريخ، الله ظهر في الجسد، بالتالي في خلاص، بالتالي في حياة أبدية، لأن ده شغل ربنا، ده إيد ربنا، ده رئيس الحياة اللي بنكلمه، ده جسد ودمه على المذبح. خلي بالكو الإيمان بالتجسد هو اللي وصلنا للإيمان بالإفخارستية. فالمسيح لما يقول كإله كل هذا جسدي، أمين، مش إله اللي بيتكلم ولا إنسان اللي وقفت مع اليهود ليه؟ لأنه شايفينه إنسان بس. كيف يقدر هذا الإنسان أن يعطينا جسده؟ طبعا لا يقدر كإنسان، ولكن لأنه الله المتجسد يقدر على كل شيء. وضحت؟ قديس غريغوريوس الثيولوغوس النازيانزي بتاع القداس الغريغوري كمان، ليس الذي ولدته مريم إنسانا معرى من اللاهوت، يعني خالي من اللاهوت، ولا ظهر بدء لاهوته في ولادته من مريم. عربي بقى، ركزوا معي، لأن له البدء والتمام والسلطان كإله قبل كل شيء، وهو الله الكلمة من قبل تجسده ومن بعد تجسده، وولدته العذراء هو عشان كده المسيح كان كتير يقول أنا هو. لكن الظاهر في الجسد دلوقتي متحد بالطبيعة البشرية اتحاد دائم، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، لكن أنا هو الواحد. لم تنتقل طبيعة لاهوته إلى طبيعة ناسوته. بصوا بقى، ما حصلش اختلاط ولا امتزاج، ما تنقلش الإله تحول إلى إنسان، لا ما بيقولش كده، بنقول اتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة الناسوتية في بطن العذر، فأصبح عندنا إله متجسد، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، ولا طبيعة ناسوتية انتقلت إلى طبيعة لاهوتية، بل هو أقنوم واحد، يعني شخص واحد في الآخر، وطبيعة واحدة. سجد له المجوس، هو سجود المجوس ما كانش الإنسان، كان لله المتجسد، لأن وحدانية الله الكلمة ليست بعدد الطبائع ولا الأقانيم، ولد من عذراء وحفظ عذرائيتها وبتوليتها لتكون أعجوبة جعلها صادقة ومهدية لإيمان عظيم هو ابن واحد. ألخص اللي قلته حبايبي، احنا بنصلي للعالم كله يرجع للإيمان المستقيم المسلم. كنيستنا أمينة في اجتهادها أنها تحقق شهوة المسيح، أن عالم المسيحي كله يرجع للإيمان المستقيم اللي على أساسه نكرز آمنت لذلك تكلمت. نحن نؤمن بإله حقيقي متجسد، نرى ربنا يسوع المسيح له المجد دائما إلها، وأيضا بعد تجسده دائما إنسانا، لكنه شخص واحد، إقنوم واحد، طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. بهذا نكرز، بهذا نشهد، لأنه بدون هذا الإيمان لا خلاص للبشرية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.